بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة وورشة جديدة من ورش عمل GFXAcademy.net. يمكن الورشة بتاعتنا النهاردة هتكون الستايل بتاعها إخباري أو نيوز ستايل. يمكن الستايل ده بيتميز بشغل أو الشغل المتداخل كتير قوي، سواء إن كان الشغل الخاص جوه السينما 4D او الشغل بالافتر. المثال ده انا عملته بسرعة، يعني كان نقدر نقول عليه تيست اكتر منه شغل. فهنتكلم على شوية تكنيكس كويسة قوي في السينما. طبعا في شوية ديفوهات بسيطة هنتجاوزها واحنا شغالين، وممكن ان احنا لو تسنى لنا الوقت ان احنا نكمل الورشة ل مستوى اعلى من كده ان شاء الله. الاول تعالوا نمسك الموضوع واحدة واحدة ونشوف بداية هنعمل الشكل ده ازاي. نقفل ونروح لسينما 4D. اول حاجة عايزين نعملها ان احنا نظبط التايم لاين بتاعنا، وليكن بدل 90 فريم هنخليه مثلا 320 فريم. تاني حاجة بروح اظبطها، اروح للاوبشنز واروح للري ديبس والريفليكشن ديبس والشادو ديبس، اللي هما العمق خليه مثلا 6 2 6، يعني عشان وقت الرندر يقل حبة. الانتي اليسنج هناخد بيست، وهناخد في الفلتر مش هاخد ستيل ايمج لكن هاخد بلند، بحيث يديني بلر على الحواف. في نفس الوقت هقلل السموثنس شوية، اخليها مثلا ولتكن 20%، وثريشولد اخليه وليكن 5 بحيث يديني نعومة ادق. حتى لو انا اخترت الماكس ليفل اقل فهحصل على نتيجة كويسة ومرضية اقدر ان انا اكمل بيها بدون اي مشاكل، وفي نفس الوقت ما اعانيش من تقل الريندر لما بيكون الانتي الياس في الماكس ليفل عالي اوي. نقفل ونرجع للسينما. مبدئيا عشان اعمل الخطوط اللي احنا شفناها دي هنروح للتوب فيو، ونيجي في التوب فيو ونرسم لاين. هضغط كده شيفت واضغط كده بحيث ان انا ارسم لاين بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ممكن على فكرة لاين وممكن ان انا ارسم حاجة تانية. طبعا ممكن اخد ده كده واخد ده كده بحيث يديني لاين لاين طويل شوية، تمام، بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هروح كده عشان اضمن ان انا في وسط اللاين بالظبط، وبالمرة اضغط سي احوله الى دبل سبلاين واروح لستراكتشر اكسس سنتر اقول له سنتر اكسس 2 بحيث يبقى الاكسس في النص بالظبط. تاني حاجة هعملها ان انا اعمل القضيب اللي احنا شفناه من شوية. اولا عايز اضمن ان ده يبقى فوق الارض، هروح لبلجن واقول له دروب تو فلور بحيث ابقى ضامن ان ده مستواه على الفلور بالظبط. بعد كده اروح لسبلاينز، ممكن اخد فور سايد لكن مفهوش فيلت. هروح تاني لسبلاين واخد ريكتانجل، اقلل الريكتانجل ده شوية لمجرد التجربة فقط، وبعد كده نشوف هنعمل فيه ايه. هروح للراوندنج، خلي الراوندنج بتاعه وليكن 3. بعد كده اروح لسويب نيربس واخد الاتنين احطهم جوه لسويب نيربس بالمنظر ده كده، فيديني اللي انا عايزه. اعتقد بقى ان احنا ممكن نطول ده شوية بالشكل ده كده، ممكن نقرب بحيث نشوف الحواف اللي هنا دي، لان انا عايز اسلكت كل الحواف دي. لو انا قللت عدد السب ديفيشنز مش هتقل او مش هتفيدني قوي. نيجي للريكتانجل و
بحاول ان انا دايما اخلي الانجل بزيرو، وفي السبلاين نفس الموضوع الانجل بزيرو، يعني بيدي سموس شوية للشكل. طبعا انا عايز بقى اعمل سيليكشنز، لان كل حتة من الـ من الـ من القضيب ده هياخد خامة، تحديدا الجزء اللي في الجنب، تحديدا الجزء اللي في الجنب عايز بس اجيبه من حتة اعرف ان انا احدده منها بالمنظر ده. هاجي اروح ل editable، طبعا دي ودي كده قدام وورا، انا مش محتاج دول خالص. هاخد الاتنين رايت كليك كونكت بلس ديليت، واتاكد ان في الاستراكشر سنتر اكسس 2 عشان ابقى متاكد من الاكسس بتاعي. بعد كده الكلام ده يبقى مهم على فكره. اجي بعد كده ل الحواف بتاعتي وامسك ده بالمنظر ده لغاية ما اجيب الوش اللي فوق وكنترول واضغط اشيل التحديد من عليه خلاص. ونفس الموضوع بس المرة دي بشيفت، اضغط شيفت واكمل التحديد لغاية ما اجيب برضو الوش اللي تحت وكنترول واشيل. نفس القصة، اروح للجزء ده شيفت وحدد كنترول واشيله عشان ابقى متأكد الوش اللي فوق ده متشال. نفس القصة تحت شيفت وحدد كده كنترول واشيله عشان ابقى متأكد الوش ده برضو متشال. كده ده مش متحدد وكده ده مش متحدد. هضغط في سيليكشن واقول له سيت سيليكشن واسمي دي ايدجز، تمام بالشكل ده كده. كده بقى انا خلصت من الحواف بتاعت الموديل ده او الشكل ده. انا رحت دبل كليك هسلكت الاتش ازاي ما شوف. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا اعمل ان انا اعمل بانش، او ان انا اعمل بوصات او عدد من القضبان دي. هروح لموجراف كلونر واخد ده احطه جوه الكلونر. طبعا في الحالة دي هيبقى الكلوننج جريد اري والواي واحد، تمام، وازود عدد الكاونتس على طبعا زد عايزه برضو بواحد. انا يهمني الكاونتس على الاكس، وازود المسافات على الاكس بالشكل ده كده واقلل بحيث ان هما يبقوا جنب بعض، تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، وازق لجوه اعتقد ارفع لفوق شويه. موضوع زاويه الكاميرا ده حاجه راجع لك انت وبتاعك انت، يعني اللي انت عايز تعمله بتعمل، تمام بالشكل اعتقد بالمنظر ده كده. نيجي بعد كده لموجراف ونحط ستيب افكتور. الستيب افكتور هيبقى على السكيل، لكن انا عايزه على السكيل على محور معين. طيب محور معين دي تيجي ازاي؟
محور معين دي تيجي ازاي؟ طيب هتيجي لو احنا رفعنا ده كده و هو كده كده هيعمل راندومايزيشن. طيب انا شلت الستيب افكتور، ممكن اعمل حاجة بسيطة قوي. طب الاول نخلي ده مسقط الكاميرا عشان ما يروحش مننا، نقفل الكلونر مؤقتا ونروح للباشا ده. ممكن نيجي على ده ونحط تيبر، بس انا عايز اعرف اتجاهه فين. يبقى ده هنقوم عاملين له روتيشن 90، تمام، ونزود الواي طبعا. يفضل ان احنا نروح للتوب بحيث نبقى احنا شايفينه. ما تالي مظبوط اكس وزد، يعني عايزين نخليه على قده الى حد ما كده مثلا. ممكن نرفع السترينجز كده. لو خدنا ده حطيناه جوه ده، تمام، زي ما احنا شايفين اداني تدريج في السكيل من الاول للاخر، وفي نفس الوقت اداني عمق. طبعا لو انا زودت الكيرف عن كده خلاص هيديني حاجة انا مش عايزها، خلينا 100. طبعا انا مش عايز اي فلتس، لكن انا عايز السترينجز ازيد من كده كمان شوية. لو فتحنا بقى الكلونر هلاقي اداني الافكت اللي انا عايزه بالفعل، تمام. المنظر ده بقى احسن كتير جدا من الشكل الاولاني، حتى مديني عمق او ديبس للمشهد بتاعي. لسه كمان لما اروح للكاميرا واخلي الفوكال لينكس بتاعها مثلا ب22، خلاص كده هيدي شكل اعمق للمشهد ككل. ممكن اروح على الكاميرا واجي على الكوردز، ممكن اعمل روتيت بالظبط ده الروتيشن اللي انا عايزه. خلي دي بزيرو، نيجي على الكاميرا تاني، بالظبط انا عايزها كده، وعايز ادخلها لجوه سنه بالمنظر ده كده. اعتقد كده حركة الكاميرا او زاوية الكاميرا بقت مظبوطة وشكلها كويس. طيب نيجي بعد كده، اول حاجة الاول كنترول اس عشان نعمل سيف، ونروح نسيفه لا بلاش هنا، نروح نسيفه في هنا، ونروح نعمل فولدر جديد ونسميه تي في برومو، ونسمي ده فيرست سين. كده خلصنا من الفيرست سين. بعد كده انا كنت بتكلم على البارتكلز اللي جايه من ورا لقدام. مبدئيا كده الكلونر ده كده مظبوط، مفيش فيه مشاكل. هل ممكن نضيف عليه حاجة؟ مش مشكلة ان احنا نضيف عليه اي حاجة. طبعا الخامة، خلي بالكم الخامة مش هتضاف على الكلونر، الخامة هتنضاف على السويبنر بس ده، تمام، او نسميه لاين اي حاجة. نيجي بعد كده للكلمة اللي احنا هنعملها. هروح ليه الفرونت،
مش هتفرق اخدها تكست من دي او اخدها موجراف تكست، مش هتفرق قوي. اجي لي اوبجكتس، الديبث اخليه وليكن 80. طبعا منساش انها تبقى في الميدل. طبعا خلي بالك ان الانكور بوينت هنا هتقعد تتحرك عشان تجيبها في النص، لا الاسهل تاخدها ميدل. ونقفل زاوية الكاميرا، دبل كليك على الكولونر مش عايزه يبان دلوقتي لغاية ما اخلص شغلي على تكست. نخلي التكست دي gfxacademy.net، هطلع روحنا في الريندر بس مش مشكلة. نيجي على فونتس، حاول تختار اي فونت، خليني على اريال زي ما انا. وفي الكابس عايز فيلت كابس بس حاجة خفيفة قوي، خلي ستيبس 3 ونكمل في الجزء اللي جاي.